السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شوكم شباب؟ ان شاء الله بخير. رجعتكم في مقطع جديد. اليوم عندنا مقطع جدا خرافي. منو يتذكر سلسلة اتحداني؟ اتحداني تنطيني جيشك اسفل كومنت واشوف يا اكثر واحد حصل عليه لايكات وانا اخذه الجيش واجربه وتتحداني، يعني شوف انا قدها لو ما قدها. طبعا شخص تحداني اسمه ذا هاكر جوكرز، اعطاني جيش، هذا الجيش تشوفونه قدامكم بالضبط طبعا، واعطاني ايضا هاي المشاريب، ما ادري شلون راح تكون، مشروب ويا تنين اتوقع ويا البيكا والحجر راح يكون ها، بس ما عندي ولا ساحر، على الاقل استخدم مساحة تنين ومنطاد اخذها سحرة، كان جيش كان مضبوط، لكن ما ادري شلون راح يكون. هو تحدي لازم اكون اهجم على اول ثلاثة، يعني واحد اثنين ثلاثة اشوف، لازم يكون واحد نفس قريتي. طبعا قريتي يعني قاعد تشوفون قدامكم الابراج 7 الاكس بول ليفل 2 تسلا كلها 7، هذا هو يعني. فلا التحدي انه لازم اجيب اكثر من 60%، فالله كريم ما ادري هل اجيب هذولا، لازم اشوف نفس قريتي. فليتس جو، اول قريه هل هي نفس قريتي؟ لازم اشوف اول وحده نفس قريتي. هاي مو نفس قريتي، تاون هول 8 لازم اهجم على تاون هول 9 ومشابه لقريتي. اوكي لا هاي مو مشابه لقريتين، هاي اقوى كلها ماكس، حتى الدفاع الجوي ماكس، فانا مناطيد عندي وتنانين، فصعب اني اهجم على هاي القريه. طبعا رقم 2 مال الثلاثة، هاي رقم 3، خليني نشوف بعد اي واحد يصادفني تاون هول 9 اهجم عليه وتكون مناسب الي. فهسه هاي الرقم 4 هذا جيد، ليش شكلك جيد؟ لان هو عنده الاكس بو قاعد يتطور، حلو 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 حلو، شيء جميل، اكس بو قاعد يتطور. دفاع جوي عندك نفس تطويراتي، الهاونات نفس تطويراتي، صح انا 7 ونسيتهم والله ناسيهم، يعني اغلى تطويراتي. هاوناته التسلا عنده ليفل 5 مادي 6 والله ما ادري، فخلينا نبدي التحدي شلون راح اجيب 70 او 60%. طبعا بالبداية راح اسحب دعم عن طريق خنزير، اوكي ما عنده دعم، فاللي راح اسوي راح انزل حجر هنا وحجر هنا، وراح انزل وراء تنين هنا وتنين هنا وتنين هنا، وراح انزل وراء البيكات، اوكي، وراح انزل هوك، وراح انزل مشروب تسريع، اوكي، ورا نزل الملوك ونزل مشروب الاخضر. المشروب الاخضر ما نزل، نزله يا صاحبي، مشروب الاخضر نزلته، اوكي خلينا ننزل مناطيد ويا الجيش. فطبعا خلينا ننزل هنا مشروب اخضر ثاني، وقالنا بس ننزل تسريع، انا دخلت الملكه بعدني ما نزلتها، فبقى مشروب تسريع واحد هنا، اوكي تجيب 60% لو ما نجيبها ما ادري. صعب 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 60% يا اخي صعب. اوكي نجيبها لو ما نجيبها، 39 حاليا 39%، 40%، 42%، هل نجيبها لو ما نجيبها؟ صعب يا اخي، جيشك قوي ما اقول لك مو قوي، بس ناقصه سحره، لو يعني لو منطيني سحره كان ممكن اني اجيب، وممكن الان اجيب ما ادري. الملكة راح تطلع برا اتوقع، اي صحيح الملكة راح تطلع برا، لكن الاكس بو راح يضيف، خلينا نستخدم خاصية الملك، اوكي 50%، خلينا نستخدم خاصية الملكة، حلو 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 حلو، جبنا قد جبنا من التحدي، جبنا 52% مع الاسف، 54% ما جبنا 60%، دائما تكون مشابهة، تحديك صعب جدا جدا، ليش؟ لأن ماكو سحرة، وأنا يمكن ما هجمت عدل، يمكن يعني ملكة تأخرت بيها والبيكات ما أدري، يمكن أنا ما هجمت عدل بيها. فخلينا نطلع بعد شو نسوي، بقى مشروب تسريع أو مشروب سم، خلينا نطلع، جبنا 54%، جبنا هاي الموارد، موارد جدا رائعة من عدة كسير، رجعنا قيمة الجيش اللي صرفناها، كسير اسود ايضا رجعنا قيمة اللي صرفناها، شيء جدا جدا روعة. فوصلنا هذه الحلقة لاخر حلقة، يعني عبرت واو، اخر حلقة عبرت، ايش قد عبرت؟ فوق ال
660 لايك، يعني راح توصل 700 لايك. هل الحلقة توصلونه؟ والله ما أدري، خلينا نشوف حماسكم. راح أخلي هاي السلسلة أسبوعية إن شاء الله. أراكم قريبا، see you later. لا تنسى تكتب جيشك على من نشوف ياه، أكثر واحد حط لايك للجيش اللي يعجبك عند نشوف ياه، أكثر واحد حط لايك. أراكم قريبا، see you later. في أمان الله.